السلام عليكم وتحياتي لكم. عندنا أخبار مفرحة وضرب تحت الحزام وأخبار مطينة بطين، أنا أقولها بالصعيد كده لأن هي فعلا مطينة بطين. نبدأ بالأخبار الصعبة وعشان نحلي بالأخبار المفرحة. الكونغرس الأمريكي بعد موافقته على زواج الشواذ أو المثليين لوحة إعلانات في الشوارع مكتوبة في الولايات المتحدة الأمريكية بتقول لكل الرجال الحق في الحمل. على رأي عادل إمام، لكل الرجال الحق في الحمل، يعني ممكن نشوف بايدن حامل؟ دي الأخبار اللي مطينة بطين. يعني حاجة شر البلية ما يضحك، شر البلية ما يضحك. هل وصلنا لهذا الحد من يعني التهاون والاستهزاء ب يعني ربنا خلق ذكر وأنثى فقط، لم يخلق جنس ثالث. نعدي الخبر ده عشان خبر يعني ربنا بيعاقب عليه الإنسان، لذلك في عقاب وضرب تحت الحزام من الصين. الصين عملت ايه؟ احنا شفنا اليافطة قدامنا بتاعت لكل حق في لكل الرجال الحق في الحمل زي ما قدامكم اهي مكتوبة. ايضا الصين ضربت تحت الحزام ضربة جديدة ولم تبالي. الرئيس الصيني اتفاق صيني عربي على التبادل التجاري بالعملات المحلية. طيب واحد يقول لي نسمع الرئيس الصيني وهو يوقع اتفاق على التبادل بالعملات المحلية بين العرب وبين الصين، دول الخليج والصين. اسمع. ستواصل الصين استيراد النفط الخام بشكل مستقر وبكمية كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي وزيادة استيراد الغاز الطبيعي المسال بها وتعزيز التعاون في مجالات تدوير المجرى الأعلى والخدمات الهندسية وتخزين وتكرير للنفط وللغاز والاستفادة الكاملة من بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي كمنصة لتسوية تجارة نفطية والغازية بالعملة الصينية بالعملة الصينية بالعملة الصينية بالعملة الصينية. زي ما انتم شايفين الرئيس الصيني بيقول لك احنا هنشتري بكميات كبيرة البترول والغاز من دول الخليج بالعملة الصينية. واذا اردت ان تضرب يعني امريكا اضرب الدولار، فهو الدولار بالنسبة لهم هو القوة وهو الهيمنة وهو السيطرة وهو اللي بيطبعوا بيه فلوس ويشتروا بيه كل يعني كل حاجة في العالم، وهو مجرد يعني شغال طباعة لا أكثر ولا أقل. هنا يعني هيجي وقت وقيمة الدولار دي تقع وقع يعني زي ما يقولوا مطينة بطين زي حكاية الجنسية المثليين دي. فهنا في عقاب من ربنا. أيوة في عقاب، يعني ده ضرب من تحت الحزام. وعندنا أخبار أخرى. روسيا قصفت أوكرانيا بعدد 70 صاروخ فائق الدقة وأيضا 17 غارة جوية ودمرت كل منشآت الطاقة والبنى التحتية ردا على استعمال أوكرانيا صواريخ هيمارس الأمريكية. العبث مع بوتين خطير للغاية ويمكن أن يؤدي إلى خروج الحرب عن السيطرة. 70 صاروخ فائق الدقة ضربت بها أوكرانيا هذا يعني اليوم. وأوكرانيا تعلن، خلي بالكم الكلام ده خطير، أوكرانيا تعلن عن إنتاج مسيرة بعيدة المدى تصل لألف كيلو متر قادرة على حمل رؤوس حربية بوزن 75 كيلو جرام. المسافة بين كييف وموسكو 850 متر فقط وليس ألف، يعني معناتها إن يضربوا العمق الروسي. وده يعني هو لا أنتجه ولا حاجة، لكن الإعلان بعض المحللين قالوا الإعلان مقدمة لتسليم كييف هذا النوع من المسيرات بهدف توجيه ضربة نوعية للعاصمة الروسية موسكو التي لا تبعد عن كييف سوى
856 كيلو على أبعد تقدير. أيضا هناك أنباء تقول أن برنار هنري ليفي ينسق مع ضباط أوكرانيين لغزو شبه جزيرة القرم، والراجل ده معروف إن دمر ليبيا ودمر العراق وظهر في مصر وظهر في كل دول الربيع العربي، وهو ذهب حاليا إلى أوكرانيا. طيب، قائد القوات البرية الأوكرانية بيقول بعد تعيين سوروفيكين قائد، استخدمت القوات الروسية فرق هجوم أكثر وأصبحت تمارس ضغطا قويا على جبهات شرق أوكرانيا، حيث تتم مهاجمة وحداتنا كل يوم والوضع متوتر. بيقول لك من ساعة ما جه القائد الجديد ومش مريحين، الوضع دائما متوتر. روسيا تؤكد أنها تكثف إنتاج أقوى وسائل التدمير وتلمح لاستخدامها ضد الغرب. يعني روسيا بتقول أن عندها وسائل تدمير قوية جدا ومستعدة تستخدمها ضد الغرب. بريطانيا بتقول يجب عدم استغلال محادثات سلام أوكرانيا كغطاء لإعادة تسليح موسكو. على الأرض الجيش الروسي يتقدم على محور ليمان ويهبط بفرقة خاصة على نقطة استراتيجية في خرسون التي انسحبت منها مؤخرا. يبقى ممكن نقول الجيش الروسي يعود لاحتلال خرسون. الجيش الروسي يعود لاحتلال خرسون. نقول خبر وبعدين نقول الخبر المفرح وننهي الفيديو. الأمين العام لحلف الناتو بيقول لك لن ندخل في مواجهة مباشرة مع روسيا، ويضيف ان دعم اوكرانيا مهم لمواجهة روسيا. يعني بيقول لهم احنا هنديهم سلاح بس مش هندخلها، مع ان بيدوهم سلاح بالضباط وتم قصر جنود من الناتو كده، كله ده كلام مش صحيح. الناتو متأكد من انه لن يخوض حرب مع روسيا في الوقت الذي يضخ فيه احدث انواع الاسلحة والطائرات والمسيرات لاوكرانيا لاستهداف العمق الروسي. بيقول لك احنا مش هنحارب روسيا، لكن بيديهم صواريخ لاستهداف العمق الروسي. ما ليه الحرب تاني؟ تصاعد الصراع بين اولاف شولتز رئيس الوزراء الالماني وجيش المانيا الذي افسد خطط الحكومة في دعم اوكرانيا ضد روسيا. اولاف شولتز قلص ميزانية الجيش الالماني مما ادى الى انتقادات برلمانية، حيث قالت مفوضة البوند ستاغ للشؤون الدفاعية النائبة إيفا هوجيل أن القاعدة المادية للجيش الألماني في أسوأ حالتها. يعني الحالة المادية للجيش الألماني في أسوأ حالتها. هنقول بشرة سارة في نهاية الفيديو، نختم بها الفيديو عشان يبقى مش كله مطير نبطير زي ما قلنا، أنا بتكلم بالصعيدي سامحوني. يعني بشرة سارة لجماهير المونديال المباريات النهائية مجانية بعد هذا القرار. كشفت تقارير رياضية أن شبكة بي إن سبورت الرياضية القطرية سوف تبث جميع المباريات المتبقية في المونديال مجانا على قنواتها المفتوحة، ويعني قناة بي إن سبورت وقناة الكاس. واكتمل المربع الذهبي في كاس العالم بفوز فرنسا والمغرب والأرجنتين وكرواتيا في التصفيات لتجري المواجهات الحاسمة الأخيرة بين الفرق الأربعة خلال الأيام القادمة. وشبكة بين سبورت قررت أن يتم بث المباريات الأربعة المتبقية في مونديال قطر على قنوات بين سبورت وقنوات الكاس دون تشفير. والمباريات سيتم بثها مجانا هي مباريات المغرب ضد فرنسا والأرجنتين ضد كرواتيا، والمباراة النهائية ومواجهة تحديد المركز الثالث والرابع. عايز اقول لكم ان فرنسا والمغرب هيلعبوا، اللي يفوز فيهم هيوصل المباراة النهائية، وايضا الارجنتين وكرواتيا هيلعبوا، اللي يفوز فيهم هيوصل المباراة النهائية. نتمنى المغرب والارجنتين كما قال ميديفيديف، ويعني احنا بنتمنى المغرب عشان هو دولة يعني عربية وكده، والارجنتين علشان ميسي. انا يعني عن نفسي بحب ميسي، واتمنى الارجنتين تفوز بكاس العالم ان لم تفوز المغرب. اذا يعني
هذا خبر جميل أن المباريات سوف تبث مباشر على الهواء مباشرة. استمتعوا بمباريات كأس العالم، هما 4 مباريات المتبقيين، وكل سنة وانتم طيبين. تحياتي لكم، اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد، محدثكم ظريف الأديب. تحياتي.